مساء الخير. البوصلة حلقة الثلاث. امبارح وقفنا عند الجزء اللي بقى اللي فيه الكلام المهم جدا عن مسألة شهادة المرأة في آية الدين اللي هي زي ما قلت الآية 282 في البقرة. وخلاص مشينا بقى في حكاية اللي هنمشي عليها طول الوقت طول الوقت في قراءة أخرى للقرآن أو معاصرة أو عقلانية أو على الأقل مشروعي اللي أنا بأؤمن بيه، إن احنا نقراه في السياق وفي الظرف الاجتماعي، سياق اللغوي، سياق الآية، ظرف الاجتماعي، وفي مقاصد الشريعة ومقاصد الآيات بالعموم، وفي إطار صحيح من اللغة عشان ما يقولوش ده بيألف من عنده. في تعقيب مهم بره قبل ما نكمل الآيات. احنا بعد ما خلاص كل موضوع اللي عايز، واحنا هندعو وهنعمل كده، اللي عايز تفضل من السادة من المؤسسة الرسمية او نحاول نلتقي في نقطة ما لعله يحدث فيتفضلوا يشرفونا واحنا هندعوهم، فده يبقى نقاش ثري جدا بعد ما احنا نقدم وجهة نظر كاملة في كل موضوع بخلاف ما قاله التراث، وده اظن ده الاجتهاد المسموح الجميل محدش هاي. اثنين، النقاش عقلاني، فعايز اللي لو احد من السادة يرد، اظن دي ما فيهاش بقى زي زمان التراثيين او اهل التراث ربنا يعني يرحمهم ومية مية والدنيا جميلة عملوا عليهم بصحة او بغلط بشر، انما احنا مش ملزمين بكلامهم واحنا ممكن عقولنا تنتج افكارا اخرى انا او غيري، لان التنورين والاصلاحيين في الوطن العربي الحقيقيون يعني كتير والحمد لله ظاهرين للناس. نكمل بقى. احنا وقفنا امبارح عند شوية كده حاجات مهمة جدا، اسرار في مسألة السياق والايات والظرف الزماني. وصلنا بقى للب المسألة، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر. وانا قلت انه ده بيسموه استطراد، ان ربنا لو كان زي ما قلت امبارح عدى الايات من غير ما يقول ليه امرأتين يبقى في عيب خلقي، هو خالق وهو العارف. ربنا حط الاستطراد ده عشان يقول لنا لا في سبب لده، حاولوا تتدبروا القرآن، مش لانه المفروض اننا افلا تدبرون القرآن، المفروض يعني مش نفسره كده وخلاص. في بقى سر في الست سبع كلمات دول، كمية غموض وحاجات ما تفهمتش انا ما اعرفش ازاي، وطلعت عليها احكام واجماع واحد امبارح لما قلنا بداية كلام الشهادة النصايح اللي ربنا بيديها في مسألة الشهادة، فبيقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقلت انه كده مش معناه انه راجل واحد عالم علامة، لا انا قلت انه يعني محتاج راجل معاه، اما انه ممكن يكذب او اما انه ممكن ينسى يتلخبط ينسى، بس انه ما خلينا ينسى عشان اقول لكم في مسألة تضل دي. طيب ادي حالة، وقلت لكم فإن لم يكون رجلين، مش انعدام الرجاله، لا لو مش رجلين بيفهموا، خلي بالكوا من الكلام ده، دي بدايه الكلام الكبير. فربنا قال الحاله الثانيه فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. قلنا الرضاء ده عن الكل، اذا الرضاء ده في الشهداء انه يكون عدل صادق اغلب الظن فيه، وانه يكون بيفهم في بشكل ما في الليله دي في الحسابات والديون والحاجات، تمام. طب لما ربنا يقول فإن لم يكونا رجلين، يعني قصده ما فيش رجالة تاني خلاص فمش قادرين يا حرام غير نحط ستات، ولا ده معناه لأنهم مش على مركب مش طارين في الفضاء، على فكرة دول في المدينة عادي في البلاد في يعني مجتمع عادي مليان آلاف آلاف الرجال يعني. فربنا لما يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، معناها ان في رجاله كتيره جدا بس مش مؤهلين لده، مش اسمعوا كلامي كويس ده عمره يعني ما تقال. فان لم يكون رجلين معناها ان الرجاله خلصت وهم قاعدين في مدينه فيها الاف الرجال، مش صحيح. معناها الواضح ان الرجاله موجوده لكن ما فيش حد استاهل او تاهل او عنده الكواليفيكيشن يعني بالانجليزي انه يقف المشهد ده لانه مش عدل او مش بيفهم في الحسابات والتجارة والديون والفلوس. يبقى الآية دي بتدل ان ربنا هنا فضل الست اللي بتفهم عن الراجل ما بيفهمش، لانه فإن لم يكونا مش معناه ان الرجالة ماتوا، معناه انهم موجودين بس مش مؤهلين، ومعناه ان الامرأتين دول
أكتر تأهيلا من آلاف الرجال الموجود في المدينة. سهلة ومش ممكن تتفهم أي فهم تاني، ماليش دعوة بقى بالقديم، ربنا معاهم. فإن لم يكون رجلين، مش ده معناه أن آخر اتنين رجالة في العالم ماتوا فتفضل واحد، فما عندناش يا حرام غير ناخد ستات. هم الأوائل صوروها كده، إن عدام الرجال. عدام فين يا فندم؟ ده لسه هو ربنا هيقول لهم لو كنتم على سفر، ده موضوع تاني، إنما دول قاعدين في البلد، أي بلد أو مجتمع المدينة. إذن يقينا وقت نزول هذه الآية كان في آلاف بل مئات آلاف الرجال. سهلة. طب ليه ربنا قال فمفيش اتنين رجالة يعني خالص، ده واحد بس اهو، والتاني موجود كتير، بس يا كذاب يا ما بيفهمش، لان الراجل عادي بيبقى ما بيفهمش زي الست، راجل ذكي زي ما قلت لكم وراجل غبي، وست بتفهم وست ما تفهمش. فربنا قال فإن لم يكون رجلين، يا هنا فيها محذوف ان رجلين مؤهلين، لان هو قال لهم ممن ترضون، فرجل وامرأتان برضو المحذوف مؤهلتان. يبقى ربنا بنص الآية فضل الست المؤهلة عن الرجل الغبي اللي ما بيفهمش، أو الست الصادقة عن الرجل الكذاب. المهم إن الآية دي فيها تفضيل للمرأة اللي مؤهلة عن الرجل اللي مش مؤهل للشهادة. فالأساتذة ما لناش دعوة بالأساتذة القدام، المهم إن الآية دي ما فيهاش أي انتقاص من المرأة لحد دلوقتي، بالعكس ده تأهيل. يعني انا حتى ما بحبش حلم التكريم، التكريم دي كانه يعني حاجه صغيره كده وانا بقول له لا ده انت كويس وجميل، ما بحبش الكلام ده. ده تعادليه بيسموه في الفرنساوي ايجاليتي، يعني تعادليه في النص. اتنين رجاله مؤهلين، لان هم قلنا ليه رجاله اصلا، مش موضوع ذكوره وانوثه، موضوع انه اكتر فهما وغلبة على امر التجاره، هو دي ايامهم، وضع اجتماعي ظرف زماني، ودي الثلاث حاجات اللي احنا ماشيين عليها في قراءتنا للقرآن كله، سياق وظرف زماني ومقاصد الشريعة أو مقاصد النص، واللغة خليها في الآخر. إذن لما ربنا يقول فإن لم يكون رجلين، معناها إن مش انعدام الرجالة أو موتهم أو انتحارهم أو أي حاجة، في رجالة كتير جدا في المدينة وفي المكان اللي بيحصل فيه الاقتراض والشهادة، لكن مفيش رجالة كتير مؤهلين، فبقى راجل مؤهل واحد معاه المرأة المؤهلة أفضل من 100 راجل. أدي جزء عمره ما قرئ بالشكل ده، لأن هو 1400 سنة أصلا هي الإبداع في إيه؟ إنه أنا قلت لكم إحنا السبع الأوائل، بس السبع قرون الأوائل وبعد كده إحنا بنقلد. حتى السبع الأوائل كان ناقل عن ناقل، من أول التفسير خالص مقاتل بن سليمان والطبري، ودي أقرب التفاسير للرسول بعد 200 سنة وشوية، وصولا للقرن السابع للقرطبي، ولا جديد قدم تلاعب، يعني مش تلاعب يعني زينة لغوية، وإن ده والمرصوف والمرفوع ومحل جر بس، لكن معنى جديد قدم ما حصلش أبدا، والتفاسير قدامكم. وإحنا لما نخلص الموضوع وكل موضوع على استحياء بقى كده، عشان بس تبقوا شفتوا برضو المنظر، ليه التراث يجب أن ينفصل، واللي يصدق القراءة الأخرى ليا أو لغيري، لأنه هتشوفوا بقى هم وجهة نظرهم إيه في الآيات دي، ولا كأن في حاجة خالص. الدنيا يعني عادي، المرأة ناقصة وهي مخلوقة كده، اللي بعده يعني هي ايه المرأة دي يعني. فالآية يا فندم لحد دلوقتي بتخلي المرأة أفضل من رجال غير مؤهلين، والحقيقة إن هي مش أفضلية، هي دي التعادلية اللي أنا أعرفها عن الإله. إنسان اسمه راجل أكتر يعني ولوجا في مسألة دي، سواقة مثلا الأتوبيسات النقل العام أقرب للرجال، فأنا بكلمهم هم اتنين من رجالكم. طب مفيش معني في رجالة كتير، يبقى ست المؤهلة أفضل من راجل. نكمل بقى السر التاني في الكلام، لو عايزين نفهم فهم تاني للإسلام كله. الفهم الأولاني بهذه يعني اللي كتبوه صدر على أنه الإسلام اتنفذ 1300 سنة بقى الإسلام، فبقت الستات المنتسبات للإسلام أو المسلمين أو المسلمات فاهمين يا جماعة هو في حاجة غلط، يعني إحنا فعلا مش بنفهم ده، هنفهم قوي. طب إيه اللي حصل؟ محدش بيشرح لهم، محدش قادر يتكلم، محدش ممكن يفكر كده إلا طبعا الإصلاحيين بس. اتنين، إنه الغرب بقى كمان كصورة دلوقتي الإسلام يعني حالة مدروسة، يقولك هو ده معقولة في يعني تفضيل بالشكل ده واستحقار بالشكل ده لإله، في إله يكتب الست دي مش عارف، ما حصلش لحد دلوقتي ما حصلش. نرجع بقى للتعليل، بعد ما قلنا إن الست المؤهلة أفضل من راجل المؤهل غير المؤهل، أنا آسف،
ربنا بيقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ركز بقى، السادة الأوائل المفسرين ومن ورائهم الفقهاء قالوا كلام لطيف خالص، باختلافنا على كلمة لطيف. قالوا إن تضل يعني تنسى، فالتانية تقول لها زي ما قلت لك كده امبارح يا اسمك ايه ده مش الرقم ده، ما كانوش مثلا 16,000 درهم، كانوا 50,000 درهم. طب الراجل ما بينساش، ما هو أمية لا تكتب ولا تحسب، ده نص الحديث وادي الآيات بتبين ان مفيش كتاب اصلا ندرة. فقال طبعا هما بيردوا بقى ردود بعدين نقراها، اخر الموضوع خاصة انا بقراكم التراث، خلينا فينا النهاردة. فهنا في حاجة لم تقرأ أبدا أبدا أبدا، إنه في سر مهم جدا في المسألة، إن الضلال نفسه إيه معناه؟ هل هو النسيان؟ وهل هو النسيان ده هم طلعوا بقى إنه ده جزء منها، ده هي على طول نسايا وعاطفية والدورة الشهرية وأي أسباب، زائد بقى نقصان العقل أصلا. ما أنت متصدر حديث إن الرسول ماشي كده راح قال لهم أنتوا ناقصين عقل ودين طول العمر من ساعة ما اتخلقتوا. نحينا الوقت من الأحاديث، خلينا في النص بس عشان أكملكم، هطلع فاصل دقايق وارجع. رجعنا لكم، نكمل الآيات. في آية خلي بالكوا، حكاية ان احنا نقرأ القرآن قراءة اخرى زي ما بقول دايما طولية، ده موضوع اكاديمي معقد. سهلته في ايه؟ يعني ابسط ما فيه ان هناك حديث، ودي اسس من اساس تفسير القرآن، ان رسول فهم الصحابة فهم مغاير لآية معينة، فراح الرسول فقال لهم ليس ذاك، فقالوا له لا ما احنا ممكن نظلم ولو كده، فقال لهم كلام مهم جدا، ليس ذاك، بل راح جايب لهم آية تانية، ان الشرك لظلم عظيم، كلام لقمان لابنه. إذن رسول أول ما عمل، رسول نفسه فسر القرآن بقرآن، نفس الآيات بنفس السياق، شبيهة الكلمات، أنا آسف المستخدمة مصطلح بالسياق، فرح مقارنهم إن الظلم هنا، قال لهم الظلم المقصود هنا مش أي ظلم، إنك ممكن تظلم واحد ولو مش قاصد، لا، قال لهم إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الظلم والشرك خلاص. هل حد مشي على الكلام ده في 700 سنة الأوائل إن تفسر القرآن بقرآن ابتداء؟ ما حصلش. تمام، وجهة نظر. في آية تانية هوريها لكم على الشاشة دلوقتي، في بتقول قال علمها عند ربي في كتاب، ده في القرآن أيوة قدامكم، ده سيدنا نوح بيقولوا له فما بال القرون الأولى، يعني كلمنا بقى عن القرون الأولى عشان يعني ما هم بيحكي لهم حكاية عايز يأمنوا، يعني عايزهم يأمنوا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، زي ما انتم شايفين كده، لا يضل ربي ولا ينسى، في نفس السياق التذكر والنسيان، يبقى إذن السياق مساوي للسياق واستخدام اللغة واحد. نفهم هنا قرآن بقى، لو خدنا بكلام السادة الفقهاء والمفسرين اللي قعد 1400 سنة هو المتصدر واللي حد دلوقتي واللي اتقامت عليه قوانين، لو خدنا الضلال يعني النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى هنا الآية غريبة جدا بتاعت سيدنا نوح، بيقول يعني معناها بقى كده ايه، قال علمها عند ربي في كتاب لا ينسى ربي ولا ينسى، ما ملاش حل، لان هو بيقول لا يضل ربي ولا ينسى، لو الضلال هو النسيان بما انها في سياق نفس التذكر يعني والفهم، يبقى سيدنا نوح بيقول لا ينسى ربي ولا ينسى، والحقيقة ده كلام مستحيل يكون يتقال، ومستحيل القرآن يخطئ خطأ بليغ زي ده انه يكرر نفس الكلمة وصفين هما. إذن يضل هنا مش معناها ينسى أكيد، فتضل هناك مش معناها تنسى. وهقولك إيه السر، إيه اللعبة على رأي اللي بتاع، إيه الملعوب اللي اتعمل عشان يطلعوها بس إن الآية بتنسى، فتقولي طب ما دي مصلحة إن هي بشر بتنسى، هقولك لا الموضوع مختلف تماما، أقولك ليه. يعني المهم بصوا في الآية كويس، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مستحيل تكون لا ينسى ولا ينسى، مستحيل، لا نوح هيقول كده سيدنا نوح،
عليه السلام، ولا ربنا ممكن في كتابه البليغ يبقى البلاغة بالشكل ده أنه يكرر الكلام، مستحيل، ينسى وينسى. نرجع بقى لآيتنا، بص كويس بقى في الآية، هو ربنا بيقول الاستطراد أول حاجة فيه عايزين نفهمها منه أن دي علة، علة لليه امرأتين ولو مؤهلتين أحسن من الرجالة طبعا اللي مش مؤهلة، لكن ليه اتنين، ليه اتنين مش واحدة، وليه الأهم بقى معناها أن واحدة تذكر التانية. ربنا بيقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سيدنا نوح في الآية اللي فاتت، الضلال في اللغة السليمة لما يقولك ضللت الطريق مش معنى كده ان انا نسيته، اكيد انا في الطريق، لكني اشتبه علي الطرق فدخلت غلط. يبقى الضلال هو الالتباس والاشتباه في مسألة ما، ده معناها انه ضل اني واحد. فلما سيدنا نوح يقول الوصف ده معناها ان ربي لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ربنا لا بيلتبس عليه الامور ولا بينسى. ركزوا، ده الضابط اللغوي اللي معرفش كان فين زمان. المهم لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ربنا بالبلدي كده بالمصري معرفش لان في الوطن العربي دي مش مفهومه، ما بيتلخبطش ولا بينسى. يبقى الضلال اللخبطه، الالتباس، الاشتباه في امور، مش النسيان خالص. طب ده ايه علاقته بآياتنا؟ اقول لك انا بقى المعنى، لما يقول ربنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ركزوا جدا، ان هي نسيان، وده طبعا طلع معنى خاطئ بيتقال 1400 سنه، معناها فعلا انها اقرب لي دايما، وانه مش مبني على الخبره الذاتيه، هي نسايه، خلقه غلط فعلا، نص راجل، لأن مش طبيعي أن الست كده فجأة تنسى. فلو ربنا قارن اللفظ ده بيها يبقى هي فعلا مخلوقة كده نساية، وده خطأ، حول معنى الآية للأبد. فخلوها التانية تذكرها، فطبعا كلمة تذكرها ساعدتهم على المعنى ده، فأنت تقولت دي تضل فالتانية تذكرها، يبقى دي نفهم منها دي أن الضلال يعني النسيان، وكذب الضلال مش يعني نسيان، والآية قدامك لا يضل ربي ولا ينسى، مش ممكن يقول لا ينسى ولا ينسى. يبقى الضلال حسب الضابط اللغوي هو الاشتباه في أمر ما، تلخبط، اشتبه عليا. يبقى الآية هنا معناها حاجة تانية خالص، تختص بالظرف الزماني وتؤكده، إن بما إن الأمة كلها لا تكتب ولا تحسب، رجالة بستات، ثم ننزل درجة نقول الرجالة غلبة على التجارة وإيدها فيها، فيدوب ممكن تبقى تفهم موضوع الديون، فالرجاله ما بقتش مؤهله اللي احنا المكان اللي احنا فيه ولا البلد كلها، وعندنا ستات مؤهله اكتر، ده في زمانهم. طب ليه اتنين يا رب؟ هو قال التعليل، ما لغاش الكلام وعداه وقال هي خلقتها كده، قال التعليل، والتعليل ده زماني. طب ايه اللي يثبت انه زماني؟ تحويلها بقى من النسيان وهو المعنى الباطل او الخاطئ، ان احنا نقول ان تضل احداهما المعنى الحقيقي، يعني يشتبه عليها الامر، وده ملوش أي علاقة إنه يكون كامن في خلقتها، ده له علاقة بالخبرة. لما أنا أتلخبط في حاجة معناها ما عنديش خبرة فيها، مش إن أنا ناسي حياتي كلها ونسيها، أنا مخلوق ناسي وناقص. بص المعنى قد إيه، حول حاجة بسيطة جدا، إيه الفرق بين النسيان واللخبطة؟ لا الفرق عمر، الفرق 14 قرن ضاعوا وضيعنا الناس، لأن النسيان لو جه كده من غير سبب ربنا بيقول انت ضل، يعني هي على طول بتنسى الظاهر ده، فعل لصيق بيها او صفه لصيقه بيها، وده كذب. دي قراءه ما لناش دعوه بيها يا سيدي، كويسه ما لناش دعوه بيها. النهارده بقى نقراها صح لما نقارنها بايات تانية، فنفهم معنى الضلال، فنفهم انه الضلال يعني اللخبطه، الاشتباه، الالتباس في امر. فهي لانها مش غالبه على التجاره اصلا وملهاش فيها، وكمان امي لا تكتب ولا تحسب، حط ده كله هتلاقي ليه قال امرأتين، لان هي اقرب، ان الرجاله اصلا مش عارفه، من بالك الستات مش عارفه خالص، مش عارفه في التجاره، مش ان عقلها ناقص، فبما ان مش عارفه في التجاره فهو قال التعليل ده، ان تضل احداهما تتلخبط، ما عندهاش خبره،
فقط، وده يثبت المسألة مسألة خبرة وتعلم مش مسألة خلقية ولا ليه علاقة بقى باللي اتقال ونقص عقله والكلام ده، بعدين نناقشه. وده تحويل كامل لمعنى قعد 1400 سنة بيتحكم بيه، ان لا الستات نص، لا انت تعالي على جنب، هاتي اتنين واحدة معاكي. وانا هقول لكم دلوقتي حاجات، ولا مش دلوقتي، ده غالبا الاسبوع الجاي، اللطيفة اللي اتقالت زمان عن مسألة النص. يبقى ربنا قال تعليل لمسألة انها امرأتين، تعليل يخص خبرتها وعلمها بالتجارة، وده وضع زماني، وهو عايز يرجع الفلوس لاصحابها ربنا، فعايز يجيب احسن الطرق واضمنها وأأمنها ان الفلوس ترجع، ولا له اي علاقة بالستات ولا بظلمهم ولا بإهانتهم زي ما صور لينا. اتنين، انه قال التعليل عشان يثبت انه تعليل وقتي، واحدة بتضل يعني ملهاش في التجارة خالص، مش بيلتبس عليها الامور، انما هي بتفهم في الحسابات ولا الرياضة ولا اي حاجة، يبقى تمام. هاتي شفيعة معاكي، زي ما الراجل في الاول قال له هات شفيع، لان هو كمان لا يكتب ولا يحسب بس ايده في التجارة اكتر، فما فيش راجل اتنين مؤهلين، طب هات واحد مؤهل اضعف الايمان واتنين مؤهلات على الاقل في الرياضة في الحسابات يعني، وبعدين يشهدوا على الدين بقى والتجارة والكلام الكبير، المعاملات المالية يعني بكلها، مش لازم تجارة عشان ما يقولش ايه ان الاسلام بيقول مش في الآية، لا القروض معاملات مالية، فما انها ابعد فقال اه طب ده حقيقي، وهو اثبت عدم الخبرة مش النسيان، وعدم الخبرة دي حاجة عادية جدا مرتبطة بظرف زماني كانت فيه المرأة فعلا ملهاش علاقة بالمعاملات المالية، مش دكتورة اقتصاد، مش وزيرة اقتصاد، بلاش، مش خريجة كلية تجارة، انزل، مش خريجة ثانوية عامة، يعني لازم تبقى فهمت في المعاملات المالية، ده العادي باي ديفولت، ده وضع زماني النهاردة. لكن لما كان الوضع الزماني كده اللي ربنا ملوش أي علاقة إنه يهين بيه المرأة، هو عايز يرجع الفلوس، قال لهم يا جماعة اجيب واحد يكتب، ولازم يكتب وكما علمه الله، ولو ما كتبش مش عارف الضعيف والسفيه وليه يكتب، بيأكد عليهم طرق مختلفة لرجوع المال. طب اتنين رجاله مؤهلين، طب واحد بس المؤهل والباقيين مش مهمين، يبقى الست احسن منه، طب ليه اتنين ستات يا رب، عشان هي كمان ملهاش خالص في الموضوع، فلو تضل يعني تتلخبط، ما عندهاش خبره مش نسيان زي ما هم قالوا، وده دليله من القران انا قلت لكم. فلما ما عندهاش خبره التانيه ممكن تبقى رديف ليها، تقول لها على فكره يمكن كان انا سمعت انه كذا او كذا او اللخبطه دي بقى. وكمان ده لسه في معنى تاني بس هنكمله بكره، اشوفكم بكره.